سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. بسبب الحصار اللي واجهته عدة مناطق سورية بالسنين الماضية، ابتكروا السوريين مشاريع صغيرة ومتوسطة ليواجهوا فيها الحصار ويأمنوا لعوائلهم مصدر غذاء. هاي المشاريع كانت كمان مصدر فرص عمل للأسر الفقيرة وفتحت باب قدام أفكار جديدة قدروا من خلال السوريين بأصعب ظروفهم إنهم يعتمدوا على حالهم. من هاي المشاريع كان مشروع زراعة الفطر اللي أشرفت عليه منظمة عدالة للإغاثة والتنمية، وهو مشروع خيري تنموي الهدف منه بشكل أساسي نشر ثقافة الزراعة المنزلية بين الأهالي، وكمان بالإضافة لتدريب الناس على زراعة الفطر وتوزيع المحصول على المرضى والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة. ورغم أن المشروع اللي تنفذ بالغوطة الشرقية واجه صعوبات كتيرة من ارتفاع الحرارة والحشرات، بس ضلوا الأهالي مصرين ينفذوه وحاولوا بكل الطرق يتحدوا صعوباته. افتتحت منظمة عدالة للإغاثة والتنمية أكثر من دورة تدريبية بخصوص هذا النشاط التنموي لحتى مكنت كتير من الأهالي ليقدروا يزرعوا الفطر بالمنازل، ووظفت طاقم من المهندسين الزراعيين بالإضافة لطاقم من الفنيين المتعلمين ليدربوا العاملين. زراعة الفطر كانت من المشروعات التنموية الإغاثية الواعدة على مستوى الغوطة الشرقية المحاصرة، ونحن هلأ عم نحكي لكم عنه لأهميته اللي بتجي من كون الفطر بديل عن اللحوم يلي صار سعره خيالي. وبيعود الفطر الجسم البشري عن كتير من المغذيات والبروتينات والفيتامينات الضرورية، مشان هيك كان الخيار الجيد للمحاصرين. هذا المشروع ما كان المشروع الزراعي الوحيد اللي تنفذ بالفترة الماضية، في مشاريع زراعية تانية اشتغلوا عليها السوريين، وكان الهدف منها مكافحة ظاهرة التصحر خاصة بعد لجوء الأهالي لقطع كتير من الشجر بغرض التدفئة. من هاي المشاريع كان مشروع فليغرسها كمان بالغوطة الشرقية واللي أشرفت عليه منظمة البشائر الإنسانية. أما بمدينة الرقة فكمان كان في تجارب زراعية ناجحة دعموا فيها السوريين حالهم وأهلهم، منا إنشاء المشاتل الزراعية للاستفادة من المحاصيل من جهة ومكافحة التصحر من جهة تانية. وبهالمشاتل انتشرت بكثرة الأشجار المتوسطية مثل الزيتون والحمضيات. إن شاء الله ما بيشوفوا أهلنا سوء أو ضرر بأي مكان، لا بسوريا ولا برات سوريا، بس منيح أنه نعرف عن المحصول الغذائي المناسب للزراعة بظل الظروف الصعبة، لنبقى سوريين مع بعض ولبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.